إخراج القيمة أي إتماع أي سوخ الإنسان الفلوس يسي جوز أن سوخ الفلوس غزاك الفطر غير كده إتماع جوزنت العلماء قديما جوزنت العلماء الحنفية وحدتنا، أما الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا الحنابلة والجوز زكاة الفطر نقدا للقيمة بمعنى الدنسي ثمن القيمة الحبوبية ده كيس نسوق فلوس والجوز، ولكن بعض العلماء جوز، أما العلماء المعاصرون حاليا غلاتي جوز قيمة أننا كودي لأصلح الفقير متين وهو القيمة، ما يصلحني الفقير غير الكاز المسكين وهو القيمة الفلوس هي اللي صحنا درس نمشي لأني غاسل كنت شيد الحبوب مرة سيزني شكال أسل العيد ودرس ما سيزني شكال وكون يد لي البعض نتا يجديش شوية نكا ودي الزكاة الفطر نتا يسوخ النبي صلى الله عليه وسلم تقاط الطعام يخصص نسوخ الطعام ولكن الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يغبط فيه الإنسان كل فلوس انت مرة تسنيوي تسنيوي الحبوب التسنيوي الحبوب تنضغط، ولكن حاليا غلا يختفي الحبوب الانسان يسدني الزنزه هاتني الزنزه تقل من الثمن باش هي مصرف فلوس، اذا يغط المصلحه من غير اللي الفقير راه نراعي، اذا الاصلح ما تيجيني الفقير حاليا خصوصا غدار في هذا اللي غنى وهو الفلوس تيجيهم هي الاصلح بالنسبه الانسان اللي يستفون زكاه الفطر وكذلك الانسان اللي راس تيامس كله تلاغ في صالح نسن، مثلا الانسان غير يسوق زكاة الحبوب مثلا يفطر صرح باري تلي كذا وكذا وكذلك ولي من التداغي خصوصا الظرفيه اللي غنى الا الحجر الصحي، ربما الانسان راه يفطر تلي استعمار ما غير تيداوي ربما راه يتعرض راه يعرض جامس الخطر، اذا الاصلح نال العلماء الاصلح للفقير متيان ديال اسش الفلوس، ولكن الاصل متيان الاطعام الأصل. إذا يتمنى فالأصل والأفضل متهيان وهو يستفغ الإنسان طعام كذا يجان الأصل كذا يجان الأفضل، ولكن يجوز أن يستفغ الإنسان القيمة ديال الإنسان الفلوس يستفغ الفلوس المقابل الثمن الطعامات، وكون يتمنى غياتي المجلس العلمي الاعلى المغرب اتي استفغت الفتوى ربما والله اعلم 2010 2010 يبين يس الامور يبين بانه زكاة الفطرة از الاصل جيز مثليا وهو استفغ الطعام، ولكن يجوز يس المجلس العلمي الاعلى القيمة يجوز الفلوس ان نجوز القيمة غادي تقضى الضرورة يسوق الانسان الفلوس اتي يجوز، اذا غياتي الانسان نا ما يصلحني الفقير، الفقير يصلح حسد اسني في فلوس اسني في فلوس يسخسيسني عين نتي عجبني ونسنو كلمة تخصن غيوم العين انت يسن مرة تخصي ميغ ديور بلاص في الحبوب غالبا غير ذلك كم يد الحبوب غير كما مثلا يفتو بنادم يسخ الحبوب مثلا اللي يجي محصن 10 درهم ولا 13 درهم كيلو جرام عرف لا ستلك كم قطعين مثلا 25 درهم مثلا جود لي ستان لي ستان لي جماعه لي جماعه لي فولكيني اقول لي الدقيق الممتاز ربما يسكر 6 دراهم 7 دراهم او لي غير تدي سخ الجماعه ربما في بعض المناطق غير دي جماعه حاليا يسكر 10 دراهم، اذا غير يسخ 2 كيلو ونص درهم مش كاين، اذا 25 درهمين عرفتي تو الفقير انت صغار 5 دراهم، اذا ما يستفد غير هذا غير شو يستفد ولا يستفد لا المسكين ولا هو ديال اللي يسوق الزكا، اذا غياتي العلماء اننا كودي جوز السفغ الفطرات نقدا ندفغ الفلوس، المساله غير كلي تسنمت الا يس لقيت وول، ولكن الحمد لله سبحانه الحمد لله فدين الله سبحانه وتعالى يسر، دين الله سبحانه وتعالى يسر ولن يشاد الدين هذا الدين احد الا غلبه، بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا، اذا دين الله سبحانه وتعالى الا يسر الا السماحه هي واسع، اما القيمه يغرم السفر فلوس تقريبا غير دائما كل سنه المجلس العلمي الاعلى ارض السفور القيمه ارتكه محدده على صعيد الوطني، اذا
غصب صدق السنة يا دنيت اللي غنعيش تقال 13 درهم زون دوك السنة الفارطة. إذا وين راهي السوق الفلوس القيمة يعني هي 13 درهم اللي يكون اللي فارض. هذا هو الإعلان اللي دي السوق المجلس العلمي يحدد زكاة الفطر السنة يا سنة 2020 1441 سنة 2020 يحديث تخمنش 13 درهم لكل. وكان يجمع أن الزكاة الفطرة في الكاس تسوغ الإنسان أحسن القود الإنسان تسوغ أحسن غير اللي يشتا. إذا الإنسان ما يشتا زغي السوغ زكاة الفطرة ولكن يغفى تسوغ أحسن كذلك أفضل وأحسن. تريد المسألة يجمع الإنسان أن نريد زاد في زكاة الفطرة في القدر اللي كان محدد وهو أربعة أمداد، لأن تحديد غنغياتي إيجا واقفي يخصن توقف ذا الحد مصاش تيديا، ولكن الإنسان إغرى أني زايد إن وهي الصدقة مثلا رأينا رأي السفر الإنسان إني السفر إني كان يجين زكاة الفطرة هي صدقة. أما الإنسان أذاك إن باش تسير الاحتياط مثلا إنسان أني زايد غير لأجل الاحتياط كدوري جزء، وإنما أني زايد إنسان زيادة غير بالنسبة أن أجزين هو الصدقة في جزء كان مثلا الإنسان اللي جا أربعة الأمداد ولا حتى خمسة، لأن أربعة جاوا من غير دي خمسة وس خمسة إيجا غير صدقة إيجا صدقة يفول شو يجي اللي والو إيجا جائز، ولكن باش الإنسان كي نشوف كتسكر الاحتياط زيادة في أربعة الأمداد جيسي أي الناس غير كذا جانا السنة وليجوز الإنسان أني زايد المدة غير كان هنا خمسة الأمداد لأن تحدد أربعة الأمداد. إذا إخواني الكرام هذا ما يتعلق بزكاة الفطر باختصار. نسولف الحكم الحكمة ده المقدار اللي نسوف دما ميراس تنفي دما فتيا واجبة دما لقت فراس تنسوف. إذا كله نقطات نسولف الناس غدار صاد.